بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى نكمل بعد ما خلصنا جزئية الإيفنتس دي. خلاص إن شاء الله تعالى نعمل جزئية خاصة بالجاليري بتاعنا. الجاليري بتاعنا المفروض ده مشروع لهوملس كيدز، أطفال الشوارع. فالمفروض إن أنت عندك بقى كده الأطفال كلها موجودة هنا، وكل طفل المفروض إيه ليه بياناته الخاصة بتاعته. فإحنا إن شاء الله تعالى عايزين بقى نعمل، مفيش حاجة خالص، الهيدر فوتر هما يا دوبك، بس فيه هنا مين، فيه هنا الصور، وكل صورة معاها اللينك بتاعها بالبيانات بتاعتها. فإن شاء الله تعالى نيجي هنا هنعمل كنترول ان وكنترول اس. هنا محتاجين نعمل مين؟ ده الجاليري، الجاليري كده، ادي جاليري دوت اتش تي ام ال. محتاجين نعمل كنترول ان كنترول اس الستايل بتاعها. نعمل هنا كده جاليري دوت سي اس اس، ماشي. خلينا نجيب مثلا ايفنتس كده، كنترول ايه كنترول سي، ده الستايل، ماشي. في الستايل هنا ونشيل الجزئيه مش بتاعتنا خالص، هنخلي يعني الهيدر فوتر بس، شيل الجزئيه بتاعت الايفنت، خلي هنا ايوه ده كده. طبعا دي مش هتبقى اباوت هيد، كنا غيرناها كده، هتبقى مين جاليري هيد، ممتاز كده. كمان هنا في ايفنتس كنترول ايه كنترول سي، نيجي على جاليري اتش تي ام ال كنترول في، ممتاز. ادي الفوتر بيبدا من هنا، خلاص شيل بقى النيوز خالص نهائي كده، خليلي بس الهيد، ممتاز. ادي الهيد هنسميه مين؟ ده جاليري، ممتاز كده. جاليري جاليريات، ممتاز. كنترول سي واحفظ، خلينا ده كده مش عايزينه، ده نسميه جاليري هيد، ممتاز. جاليري هيد جاليري هيد كنترول اس، خلينا بسم الله شغل كده بالبراوزر. ما جاتش ليه؟ خلاص بقى عرفنا، مطالب ان انت تطلع فوق خالص هنا كده، مستدعمين، ممتاز. الجاليري دوت اس اس، تعالى بسم الله نعمل ريفرش، ممتاز ممتاز. طيب فين الجاليري اهي، خلاص دي مش عايزينها، خلاص هي دي بقى ايمج، وكل ايمج ايه بتودي على لينك. فانت هنيجي هنا كده، هنا كده مين، هنا الجاليري بقى، خلاص ستارت هير سي كنترول في والجاليري انس هير، خلاص داري خلاص هنسميه جاليري، ممتاز. البي ديف كلاس اسمه كونتينر، ممتاز. بعد الكونتينر في الرو ديف كلاس اسمه رو، خلاص. هو عارض في الرو كام؟ اربع صور، كل واحدة تلاتة. هنعمل كده ديف كلاس هنسميه مين؟ هنسميه مين؟ جاليري ايمج، ممتاز. وده كل داش اللي جي داش كام؟ تلاتة، ممتاز ممتاز. ده جواه مين؟ ده جواه ايمج، والايمج دي موجودة في الايمجز كده. مثلا ادي كيدز مثلا كده دوت جي بي جي، مش ننساها. خلاص اسمه ايمج مين ريسبونسيف، وتقدر كمان تدي الالت خاص بينا. الديف ده المفروض ان احنا نكرره بقى على حسب الاطفال الموجود عندنا. مثلا كده صف، انا احط صفين مثلا، صف واحد اتنين تلاتة اربعة، دول كده تمانية، يعني صفين. خليني اعمل ريفريش، الجاليري الخاص بيا ريفريش، ممتاز اهو. طبعا بس احنا هنعمل كنترول زد تاني 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 تاني، رجع تاني، خلي بس اول واحدة. ليه؟ ان الصور دي ليها لينكات ايه؟ اتش ريف، ترد على صفحة المفروض انا بنعملها ان شاء الله. خلينا نخليها لينك الاول كده، كنترول اس، بعد كده نروح نعمل كده عملية ريبيت. ادي كده اتنين تلاتة اربعة، ده كده الصف الاولاني، ممتاز. واحد اتنين تلاتة اربعة، خلص. طبعا ده مش نهاية الهم والتكرار، المفروض في البرمجة كود بسيطة خالص كده، ما هي بتخلي واحدة بس وتعمل عليها لوب
حسب العدد موجود، طول ما انت بتعمل اضافه طول ما هو بيزود. يعني احنا بس ايه على سبيل المثال عندنا ان احنا بنقول صفين كده، بقت خلاص بقت لينك اهو، ممتاز. ناخد كده الجاليري كنترول سي واجي تحت الهيدر على طول قبل الفوتر هنا، ممتاز. خليني اعمل ريفريش كده، بسم الله، ادي الجاليري الخاص بيا. خليني الجاليري ده ويتس 100%، ادي 100%. خليني اديله بادينج فوق تحت مثلا 30، دي 30، ده احنا نخليها مثلا 30 بكسل، ماشي، يمين وشمال 0، اوكي. واديله باك جراوند 3 اي، ممتاز. خليني اعمل ريفريش، ممتاز. طبعا الابناء اللي عنده ايمج هو ايمج، ممتاز. خليني اجي هنا كمان كده، وده جواه ابن خاص بيه اهو، كنترول سي، ابن اللي هو مين الايمج. اول شيء اقول له ده مين البادينج، انا مش عايز اي بادينج نهائي، بادينج 0. كمان الايمج اديها ويتس 100% من ابوها، وليكن ان الارتفاع بتاعها كام، 250 بكسل. اعمل بسم الله ريفرش كده، ممتاز ممتاز، زي هنا اهو. طبعا انت مش حاسس بنفس الجمال ان هي نفس الصورة، يعني انت كده لو جيت كده وخليت مثلا كده 1 2 3 4 5 مثلا، وادي 3 وادي 2، كنترول اس، وجيت هنا عملت ريفرش، هتلاقيها بقت شكلها اجمل واظرف من الاول بكتير. تمام. بس هو احنا عايزينك تحط الايمج هنا، المفروض لينكات، المفروض ان شاء الله ما اضغط على اي صوره يوديني على مين البيانات الشخصيه بتاعت الطفل. تمام، نكتفي ان شاء الله ونعملها المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.